انت تسوليني اولا. نعم معتي ومخبولون يرغبون معتون يرغبون في الزواج. ديهم دي كابي مونتو كاريتا كبرى. السلام عليكم. عليكم السلام، اشخبارك؟ الله يحفظك الاستاذ. نعم الاستاذ مصطفى الهيلي كاتب عربي مغربي. هو الزواج في مثلا في كوريا الجنوبيه استمعت منذ مده، هي قوه اقتصاديه عاليه مجبره. سامسونج من اصبح بينهم يتحدث في موضوع الزواج والانجاب اصبح موضع ازدراء واحتقار واقصاء. هنا نعم اسمح لي، هنالك اهتمامات خارج دائرة الإنجاب والزواج، هذه كلها مقتضيات بيولوجية. ماذا لديك من شواهد ومن عد ومن مؤهلات وكفاءات؟ سأعطيكم مثالا سأعطيكم مثالا بجدي الذي كان يتاجر في انجلترا. امي وانا ابن الخامسة سنوات قلت فلانة وتخطبت تبارك الله ولد مان، قال له ولد مان. ومني كيقول لها هم يسولوا فلانة جوجة ولدها بنت مان، اي ان هنالك يجب ان يكون تناسب سوسيولوجي وقيمي وشرط النجاح والقاعدة. نعم اما ان يتزوج امير راعية غنم. نعم مدام بلاتي. نعم مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشره معكم من مدينه الصدار البيضاء اللي كتشوفوا امامكم الكاتب الجميل الانيق مصطفى النهيري اللي معروف يعني بصراحتي وتفكيري. اليوم غادي يتكلم على المعنى الحقيقي ديال ولد الناس. نعم يعني الكثير من الفتيات. نعم نعم نعم. لكن الصفه الاكثر الصفه اللي كنسمعوها بزاف هي انه كنقولوا بغيت ولد الناس. نعم نعم حتى نكون ديمقراطيين كما يشترط بعض الرجال من الأنثى أو من الزوجة المقبلة أن تكون بنت الناس، عليه قبليا أن يكون هو ابن الناس. نحن في عصر العدالة والديمقراطية، من قبل كان يكفي أن تكون المرأة متدينة والرجل كذلك. الدين ليس معيارا بتاتا للنجاح. قد واش غنديروا معاه الا كان مدان ولا كيجفف في الكوابان ولا حتى امامه كيشد 700 درهم في الشهر. انا عندما كنت نعم عندما كنت طفلا كنت اسمع امي وابوها كان يشتغل كان يبيع الكتان في انجلترا ويستورده، وتقول حينما تيصلها خبر الزواج بنت من تزوج ولد من خادات، ان هنالك تناسب في المستوى الاجتماعي والتكافؤ الاقتصادي. اما ان يرغب الانسان في التزوج من اجل الانجاب هذه بيستياليتي، ومن انجي المراه منذ ايام شاهدت واحد الزنجي برك داير بلبس مغربيه لا بيخكا وبرك يصوت عليها ويا حان يا راسها حقيره حد ليها الكريشه. دابا قول لينا استاذ نعم شنو المعنى ديال ولد الناس؟ ولد الناس انه يحترم شروط الادميه، فهو متعلم له كفايه ماديه له حسب ونسب نسبيا الكمال لله، يحترم نفسه والعلاقات، ومن كيتخاصم كتقدم شي عند باه وامه وعمه وخوه. اما اذا كان بدون حاله مدنيه متشرد شرى المراه جاب 500 درهم مشى للباديه وجابها. انا سمعت منذ ايام واحد السيده كتبغي من الجنوب كتبكي وعندنا واحد الدريه عندها 34 عام بحد البنيه وحده عندها 50 عام ولا كاين شي محسن يتزوجها. هادو بنيه عندها 34 عام واخرى عندها 50 عام. عاوتاني واحد اخرى قالت لهم انا عندي 30 عام اختي في الحبس. اذا كان شي واحد بغى يتزوجني واخا يكون مسن واخا يكون مكفوف مكفوف على مكفوفه يعطي مجتمع اعمى همجي. اعمى في الوعي. تخلى. اعمى في الوعي. 400 الف تلميذ يهجرون حجرات الدراسه، لماذا؟ بغاو الدوله تعطيهم شري لهم البارطما تزوجهم تخلص لهم الزرابي وتخلص تعاونكم الدوله. شنو تبغي تعاونكم الدوله في الشهور الاولى ومن بعد كي غتعيشوا. الانسان خصو يعتمد على راسه.
قول لي يا استاذ عبقور. نعم استاذ عبقور قول لي شنو تبغي تقول للبنات اللي كيفكروا زعما بديك شوف ما نقولوش بان البنت ماشي من حقها انها تبغي تزوج بواحد الشخص يكون ميسور ياك محقا. ولكن غير بعض هو من حقها طبعا ياك هذاك البكره نعم نعم ولكن اذا كانت الامر امتى كيكون خايب منين كنوصلوا اننا ناديو واحد الشخص بواحد نخليه يحس بواحد الشعور هذه الاولى او انه نكونوا يعني مبالغين فواحد الحاجه اللي اذا كنا يعني متوسطين فيها غيكون افضل. هو التناسب في المستوى الاجتماعي والتكافؤ الاقتصادي وحتى تناسب في المعرفه هي قاعده لجواج ناجح نسبيا. إن تعذرت هذه العناصر فلا يجب أن تنحجب وتتعذر كلها، على الأقل تكون زويونة متعلمة وولد الناس. ما معنى ولد الناس؟ عنده أصول عنده جذور ميتخاصم مع أهله كتمشي عند أهله، ولا كان مقطع الصلقود الخلا أصغى وصول حياته كلها في البار لان جات تزوج واحد خينا باين ليها الذهب وباين ليها داك الشيء وما مع الطمع ومع الكساد في الزواج. تعلمون ان هنا 1.5 مليون امراه ديموغرافيا تزيد عن عدد الذكور في المغرب، 1.5 مليون امراه عدديا. المراه كتسمي بنتها بنيه عندها 50 عام. شوف الام استاذ واخا كتكبر ياك واخا كتكبر البنت ديالها كتبقى عندها بنيه كتبقى صغيره. دابا انت الاب ديالك او الجد ديالك واخا انت كبير تبارك الله شوف مليون شوف امك انت شخصيا هذا سن امك تقريبا سن امك. كيفاش سن امي؟ تزوجت في العشرين. امي لا تزوجت اقل باقل هذه في 50 سنه. لما قالت لها بغيت قال لها داك السيد بغيت قلت له نديرو وليدات وهي لا تبصر حتى ولدها ما غاديش تشوفه راه نكبا. يجب أن نخرج من التفكير الحيواني والإنجاب من أجل الإنجاب. نتعلم كي نصبح آدميين، نتكون مهنيا إن عززنا على مسايرة التعليم، نكسب خصائص آدمية، نتعلم مثلا مسائل دينية مهنيا، إداك نفكر. أما أن يكون إنسان متخلفا مصفرا بغات متفك من يقول نجوجوك راه يعني اللي فهمت من هضرتك استاذ هو انه اي واحد مقبل على الزواج سواء البنت سواء الولد اول حاجه باش يكون بنت الناس خاص يكون هو ولد الناس تبع يحترموا نفسهم يعني هي تفكر في ولد الناس خاصها هي تكون بنت الناس ديمقراطيا ديمقراطيا. النقطه الثانيه استاذ اللي هضرت عليها هو انه يعني خاص في الزواج خاص ولا بد تكون عندنا ديك الثقافه ديال الزواج ثقافه الحياه الزوجيه لا في دو كوبل حياه الزوجيه. طبعا هذه نقطة مهمة أي أن الإنسان يكون مستعد أن يعيش في حالة أما تنعاش واحد خينا الزفري حياته 40 عام يستحيل عليه أن يتكيف مع الحياة الزوجية التي تحدد عليه نظاما معينا. واحد النقطة أستاذ خصنا دائما نشوف الواقع شنو فيه يعني ما نبقاوش غير نفكروا في الأوهام وفي المثالية وكذا وكذا. هذا راجعوا للجهل نفس المرأة تحلم بالكريشة دير كريشة وليدات والرجل يحلم بالفراش كيف سيلتقيان بدون مؤهلات؟ يجب ان نجعل حد لهذا التفكير البربري الذي يجعل الزواج هو فراش وانجاب وكفانا من الانجاب من الانسان التافه. هذه مواضيع انا اكتبه منذ 67 كتبت هذا الموضوع بالذات وسميته سقوط الحضاره في الثمانينات. هذه كل موضوعات كتبت عنها واجرها لانها تزداد يوميا تعقدا. كسبوا ادميتكم بالتعلم حب اللغه العربيه حب جمال تكونوا واذا كفكروا في الزواج اما تبداو من الاخر وانتم لا يصح الا صحيح. شكرا لا حول والله الا مقززون مقززون مقرفون. لا ماشي حنا غير هاد المصطلحات غير والله الواقع المغربي والانسان اللي كيبول في الانسان اللي كيبول في الزنقه اللي تعقي الزوج الله يصلح في الشارع العام في الشارع العام والكان اللي غادي نتزوج الله يصلح. هذا الاطار كفى ما ابديت من افكار وهذه كلها افضل اكتب ماشي بغاش نتشهر ابدا. انا مع السته كنكون في الدار ما عندي لا اصدقاء لا نقابة لا حزب لا لا عايش عيب وحدي انا باش نتشهر. انا كنكتب منذ 1967 كل مره
اهبشوا انبشوا في الموضوع نسبيا واضع الباقي لفرصه اخرى. شكرا. مساءكم سعيد. شكرا بلاتي يا استاذ. نعم مشاهدينا كنكونوا وصلنا لنهايه البث المباشر، نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر، الى اللقاء.